ولنضرب بعض الأمثلة على اهتمام الصحابة ومنهم الخلفاء بأمر العلم. والمعلوم أيها الأحبة أن أولى العلم العلم بالله تعالى والعلم برسوله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في قول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فقد جاء في تفسير هذه الآية أن قول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فيه إشارة إلى علم التوحيد، إلى علم الأصول، إلى علم العقيدة، إلى علم الكلام الممدوح، ليس علم الكلام المذموم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم خص نفسه بالترقي في هذا العلم، أي علم التوحيد، فقال كما روى البخاري، قال عليه الصلاة والسلام: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. فلذلك قال العلماء الأكابر كالإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، قال: اعلم أن الفقه في الدين أفضل من الفقه في الأحكام، والفقه معرفة النفس ما لها وما عليها. وقال: أصل التوحيد وما يصح الاعتقاد عليه وما يتعلق بالاعتقاديات هو الفقه الأكبر. فسمى أبو حنيفة رضي الله عنه هذا العلم، علم التوحيد، سماه بالفقه الأكبر لأهميته. وقال سيدنا الشافعي رحمه الله: أحكمنا هذا قبل ذاك، أي أتقنا علم الأصول قبل أن نتقن علم الفروع. من أين أخذ هؤلاء الأئمة الأعلام هذا الكلام؟ أخذوه من سنة رسول الله خير الأنام. فقد روى البخاري عن سيدنا عبد الله بن عمر قال: مكثنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم برهة نتعلم الإيمان قبل القرآن، نتعلم الإيمان قبل القرآن. وذلك ما أشار إليه بعض أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقد روى ابن ماجه في سننه من حديث جندب بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة. ومعنى فتيان حزاورة أي غلمان أشداء. فتعلمنا الإيمان قبل القرآن، فلما تعلمنا القرآن ازددنا به إيمانا. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتيان حزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل القرآن، فلما تعلمنا القرآن ازددنا به إيمانا. وفي رواية عند الطبراني من رواية أبي عمران الجوني عن جندب رضي الله عنه قال: وأنتم تتعلمون القرآن قبل الإيمان. فلذلك أمر الإيمان أمر مهم، لأنه هو الذي يصح عليه قبول الأعمال. لا تصح عند الله الأعمال ولا تقبل الحسنات من غير إيمان بالله ومن غير إيمان برسوله عليه الصلاة والسلام. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وقال الله سبحانه وتعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. فهذا دليل على أهمية الاهتمام وتعلم علم التوحيد. علم التوحيد معناه العلم بالله تعالى والعلم برسوله صلى الله عليه وسلم، أن نعرف ما يجب لله تعالى من الصفات وما يستحيل على ربنا عز وجل من الصفات التي لا تليق به، ونعرف ما يجب لأنبياء الله وما يستحيل عليهم صلوات الله. فمما يجب تعلمه في باب العقائد ما يتعلق في ضروريات الاعتقاد، أن يعتقد كل مكلف أن الله تعالى واحد في ملكه لا شريك له، وهو تعالى المستحق للعبادة، لا أحد يستحق العبادة غير الله تعالى، وأن الله عز وجل موجود لا يشبه الموجودات، أن الله عز وجل لا كيفية له ولا كمية له ولا مكان ولا شكل ولا صورة ولا لون ولا حجم ولا مساحة ولا مقدار. بل من تصور الله تعالى بصورة، ومن قدره بمقدار، ومن توهم أن للحق عز وجل مكان أو شكل أو صورة، فقد ضل عن الصراط المستقيم. واسمعوا ما قال أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك، منهم مصباح التوحيد سيدنا علي رضي الله عنه، فقد ثبت عنه بالإسناد:
كما روى ذلك شمس الدين الرملي في نهاية المحتاج، وذكر ذلك البغدادي في كتاب الفرق بين الفرق بعد أن نقل إجماع الأمة على ما يجب اعتقاده في حق الله، وبعد أن نقل مقالات الفرق الضالة 72 التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام أنها في النار، وأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بلزوم جماعة المسلمين وهم السواد الأعظم وهم صحابة رسول الله ومن بعده من التابعين وأتباع التابعين بأن نلزم نهج هؤلاء، فاسمعوا ما قال بعض هؤلاء. قال سيدنا علي مصباح التوحيد كما قلنا فيما رواه شمس الدين الرملي وعبد القاهر التميم البغدادي في كتاب الفرق بين الفرق، قال بعد أن نقل إجماع أهل السنة على أن الله تعالى لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان، قال وذلك لقول علي رضي الله عنه: كان الله ولا مكان وحكمه الآن على ما كان. كان الله تعالى ولا مكان، الله تعالى قبل أن يخلق المكان كان موجودا، وبعد أن خلق المكان الله موجود لا يتغير. كان الله ولا مكان وحكمه الآن على ما عليه كان. وقال رضي الله عنه: إن الله تعالى خلق العرش إظهارا لقدرته لم يتخذه مكانا لذاته. وقال رضي الله عنه كما نقل عنه أبو نعيم في كتاب حلية الأولياء بعد أن ناظر 40 من اليهود المجسمة المشبهة فقال لهم بعد أن أقام الحجة عليهم أن الله تعالى لا حد ولا شكل ولا مثيل ولا مكان له، قال: ومن زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. وفي كتاب نجم المهتدي ورجم المعتدي لابن المعلم القرشي قال سيدنا علي: إن أناسا من هذه الأمة يرجعون بعد إسلامهم كفارا. قال رجل: يا أمير المؤمنين، كفرهم بالإنكار أم بالإحداث؟ قال: كفرهم بالإنكار، ينكرون خالقهم فيصفونه بالأعضاء والجسم. قال: كفرهم بالإنكار، يصفون خالقهم فيصفون الله تعالى والعياذ بالله بالأعضاء والجسم. وناهيك عن قول الصديق رضي الله عنه قال: الحمد لله الذي لم يجعل الوصول إليه إلا بالعجز، والعجز عن درك الإدراك إدراك، والبحث في ذاته كفر وإشراك. أبو بكر الصديق قال هذه الكلمة الطيبة في أصل التوحيد، قال: الحمد لله الذي لم يجعل الوصول إليه إلا بالعجز. معناه أن معرفة الله تعالى لا تطلب بالتصور. قال: والعجز عن درك الإدراك إدراك، والبحث في ذاته كفر وإشراك. لذلك جاء النهي من رسول الله عليه الصلاة والسلام عن التفكر في ذات الله، فقال عليه الصلاة والسلام: تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله. من هنا قال سيدنا أحمد بن حنبل وذنون المصري رضي الله عنهما قال: مهما تصورت ببالك فالله تعالى بخلاف ذلك. أي كل ما يخطر على القلب من توهم وتصور فذلك ليس الله. قال سيدنا الشافعي رحمه الله: من انتهض لمعرفة مدبره فانتهى إلى موجود ينتهي إليه فكره فهو مشبه، ومن اطمأن إلى موجود وعجز عن تصوره فهو موحد مسلم، ومن اطمأن إلى العدم الصرف فهو كافر معطل. هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهموا التوحيد وعرفوا أن النجاة تكون بلزوم عقيدة القرآن والعقيدة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث الذي رواه أبو القاسم الأنصاري من حديث أنس وأبي بن كعب قال صلى الله عليه وسلم: لا فكرة في الرب، أي أنه لا يجوز للإنسان أن يتفكر خالقه. فاعتقاد أهل السنة والجماعة أن الله تعالى موجود لا يشبه الموجودات، موجود بلا كيفية ولا كمية ولا مكان. قال جعفر الصادق رضي الله عنه: من زعم أن الله في شيء أو من شيء أو على شيء فقد أشرك، إذ لو كان في شيء لكان محصورا، ولو كان على شيء لكان محمولا، ولو كان من شيء لكان محدثا أي مخلوقا.
وقال السجاد رضي الله عنه زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إن الله تعالى ليس محدودا فيحد، إن الله تعالى لا يحس ولا يمس ولا يجس ولا تقاس صفاته بصفات الناس، إن الله تعالى لا يحس ولا يمس ولا يجس ولا تقاس صفاته بالناس. هكذا فهموا التوحيد، وهكذا عملوا به، وهكذا نشروا الدين هنا وهنالك، فعم بفضل الله عز وجل هذا الدين هنا وهنالك. ونضرب حتى لا نطيل مثال من أدب الفاروق رضي الله عنه وحسن فهمه لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. كلنا سمع بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: إذا استعنت فاستعن بالله، إذا سألت فاسأل الله. عمر رضي الله عنه ما فهم من هذا الحديث أنه لا يجوز التوسل برسول الله، أو أنه لا يجوز التوسل بأولياء الله. بل عمر في عام الرمادة رضي الله عنه كما روى ذلك البخاري في كتاب الصلاة في باب صلاة الاستسقاء أنه توسل بعم رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفعل عمر هذا لا يدل على أنه يحرم التوسل برسول الله بعد وفاته، إنما فعل ذلك عمر توسلا بالعباس، ذلك لفضل العباس ولمكانته وقربه من رسول الله، فقد جاء في الحديث أن الرسول كان يرى للعباس ما يرى الولد لوالده. فلذلك عمر رضي الله عنه ما فهم من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله أنه لا يجوز التوسل برسول الله، أو أنه يحرم التوسل برسول الله. لو كان عمر فهم ذلك من حديث رسول الله لما توسل بالعباس. لذلك هذا رد على من يقول: لما تجعل بينك وبين الله واسطة؟ الواحد لما يتوسل برسول الله أو يتوسل بأولياء الله أو يتوسل بالعشر المبشرين بأخيار الصحابة رضوان الله عليهم، لا يعني ذلك أنه يستعين بهؤلاء على قضاء الحاجة ليعين الله، فالله تعالى غني عن العالمين. إنما معنى الواسطة بمعنى السبب. فالمتوسل برسول الله أو المتوسل بأولياء الله إنما يفعل ذلك لأن هؤلاء سبب، مع اعتقاده أن الضار والنافع على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. ثم عمر رضي الله عنه كما جاء في صحيح البخاري وكذلك سيدنا عثمان ما فهموا من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام أن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أنه لا يجوز إحداث أي أمر في دين الله بعد رسول الله، بل فهموا أنه يجوز للواحد أن يزيد في دين الله شيئا لا يعارض كتابا ولا يعارض سنة ولا يعارض أثرا ولا يعارض إجماعا. لذلك عمر رضي الله عنه جمع الناس في شهر رمضان على أبي بن كعب، وكان الناس كما روى البخاري قال: فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس على ذلك، أي الناس يصلون صلاة التراويح فرادى، ويصلي الرجل فيأتم بصلاته الناس، وكان ذلك صدرا من خلافة أبي بكر، وكان ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر. فلما أتى عمر المسجد ورأى الناس على الحال هذه يصلون أشتاتا متفرقين، جمعهم على أبي بن كعب، ثم أتى في الليلة التي بعدها فأعجبه حسن ما صنع، قال رضي الله عنه: نعم البدعة هذه. وفي رواية مالك في الموطأ قال: نعمة البدعة هذه. فهذا قول من سيدنا عمر حجة على أولئك الذين يحرمون أي شيء عمل بعد رسول الله. تنقيط المصحف وتشكيل المصحف، أليس هذا حدث بعد وفاة رسول الله؟ فقد روى ابن أبي داود السجستاني والقرطبي أن أول من نقط المصاحف واحد من التابعين اسمه يحيى بن يعمر، هو أول من نقط المصحف. يحيى بن يعمر هو أول من نقط المصاحف. فلذلك هذا الأمر ما كان في زمن رسول الله ولا كان في زمن الخلفاء الراشدين، إنما حدث بعدهم. الذي ينكر كل أمر حصل بعد رسول الله ليقرأ في مصحف ليس فيه تنقيط وليس فيه أشكال الضمة والسكون والشدة وغير ذلك.